أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بناء على هذا الهدف من جميع العبادات، الهدف من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن الذكر أن يكون الإنسان متقيا، حتى الإنسان يكون مسيطر على قواه. إذا الإنسان متقي أوجدت العبادة هذه الملكة في قلبه، عينه، لسانه، يده، رجله، كلها تكون محكومة بتقواه. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، وهو واحد من كبار العلماء العاملين في حوزة قم، توفي قبل حوالي 12 عام تقريبا، وأنا رأيته من قريب، كان مثال العالم العامل. هذا كان يقول: أنا وصلت إلى درجة أتمكن أن أتحكم فيها في غضبي، عندما أغضب غضبي لا يخرجني عن الحق، غضبي لا يجعلني أقول الباطل، وهذا مقام عالي. ولكن السيد الخنساري رحمة الله عليه، وكان من كبار مراجع التقليد، وصل إلى درجة، هاي درجة جدا عالية جدا رفيع، كان يستطيع فيها ألا يغضب. الانفعال الباطني، شلون واحد يتحكم فيه؟ يمكن واحد يتحكم في لسانه فلا يتكلم، ولكن هذه التقوى وصلت إلى درجة يتمكن أن يتحكم في انفعالاته الباطنية. هذه درجة رفيعة من التقوى، العبادة، الصيام. الهدف منها، يعني إحنا الشيء الذي يجب أن نخرج به من هذا الشهر المبارك إن شاء الله، أن نحاول أن نوجد هذه الملكة. واحد يخرج من هذا الشهر وقد أصبح في عداد المتقين.